أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة أخرجت للناس بإيمانها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر والشر، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة، وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، في حجة الوداع نزل قوله تعالى ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بآية من سورة المائدة قالت عنها اليهود: لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عندها. قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يعش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا 81 ليلة، ففي إكمال الدين وإتمام النعمة كل ما يحتاج إليه الإنسان من أمور الدنيا والآخرة. ففي القرآن الكريم قال المولى عز وجل على لسان إبراهيم الخليل حين دعا فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فحب الوطن غريزة وفطرة في الخلق، فكل يحب وطنه كحبه لنفسه وأهله وماله باختلاف الأديان والأعراق، مسلم كافر ملحد وغيره، حتى الحيوان فالإبل تحل إلى أوطانها والطيور تغدو وتروح إلى أوكارها. وما يميز المسلم هو أنه يجتمع له الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي التعبدي، فحبه لوطنه نابع من أن أرضه موطن لإقامة الشعائر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيقيم شعائر دينه ويجتمع مع أهله وإخوانه وجيرانه ويكتسب الأجر فيهم، فقربوا أم بعدوا. وقد نبه الحافظ ابن كثير في سيرته على أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد إنما هو لما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه. وفي قصة أول الوحي في الصحيحين أن الراهب ورقة بن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم. ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس، فحب الوطن من الإيمان حكمة صحيحة يؤمن العلماء بمعناها ويرون أدلة الشرع ما يخدم مقتضاها. فحب الوطن ليس نشيدا تستعلمه الألحان، وليس لافتة تزيين تعلق على الجدران، ولا وقفة تخشع لها الصور والأبدان. فالحب رخيص حين يكون زعما وكلاما، ولكنه غال وثقيل حين يكون عملا وتضحية وإقداما. وإنما حب الوطن المفعم بالإيمان والمشبع بالتفاخر والاعتزاز به حقا وصدقا إنما يكون بالحفاظ على أمنه وسلامته والابتعاد عن ترويع أهله وإشاعة القتل والنهب والفوضى